بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه برقية تهنئه الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه بدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه بمناسبه تولي دوله الامارات رئاسه مجلس الامن الدولي للشهر الحالي واعرب صاحب الجلاله في البرقيه عن اطيب تهانيه لسموه بهذه المناسبه مشيدا جلالته بال المكانة المتميزة والتقدير والاحترام الذي تحظى به دولة الامارات على الساحة الدولية وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفعاليتها وبما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار والسلام العالمي. وتمنى جلالته لدولة الامارات دوام التقدم والنماء والرفعة.